السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم هو الفصل الثاني في الباب الثاني اللي هو الباب الثاني الموجات والضوء، والفصل الثاني هو الموجات. في الفصل السابق كان الحركة التوافقية البسيطة. الفصل الثاني هو الموجات. الموجات، الحركة الموجية والحركة التوافقية البسيطة، الاثنين بنسميهم حركة اهتزازية، لكن في فروقات ممكن نعرفها في أثناء الدرس. نبدأ بسؤال: ماذا تعرف عن الموجات؟ يعني ماذا تعني لك كلمة موجة أو موجات؟ طيب نشوف التعريف بتاع الموجة. الموجات عبارة عن اهتزازات تسري عبر الأوساط المادية المختلفة أو الفراغ. يعني الاهتزاز ده ممكن يكون في وسط مادي وممكن يكون في الفراغ. ده التعريف للموجات. طيب نشوف أنواع الحركات بتاعة الموجات. على حسب المغرر احنا بنقسم الموجات على حسب الحركة وعلى حسب الشكل بتاعها. طيب نبدأ بأنواع الحركة الموجية. عندنا نوعين من الحركات الموجية. النوع الأول هي الحركات الموجية التي تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتقل فيه، ومثل الموجات بتاعة الصوت وموجات الماء، ودي بنسميها الموجات الميكانيكية. يبقى معناتها ممكن إذا سألونا في الامتحان أذكر نوع أو نوعين من أنواع الحركات الموجية، النوع الأول نقول الموجات الميكانيكية. يعني كلمة الموجات الميكانيكية دي بتغني عن كلمة الموجات التي تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتقل فيه. طيب نشوف الفكرة بتاعتها. لاحظوا هنا بتنتقل الحركة بتاعت الموجة، هنا اتحركت نقلتها للجزء الثاني، نقلتها بنلاحظ أنه في انتقال في الحركة. لاحظوا لحاجة أنه الاهتزاز بيتم للجزيئات بتاعت الوسط ومنها بتنتقل الحركة، لكن الجزيئات ذاتها هي ما قاعد تقوم، ما بتتحرك، ما بتنتقل من حتتها، لكن بيحصل لها اهتزاز. ممكن يكون ده واحد من الفروق ما بين الحركة التوافقية البسيطة وحركة الموجات. نرجع للدرس بتاع الحركة التوافقية البسيطة. احنا كان اتكلمنا عن نماذج لأنظمة بتتحرك حركة توافقية بسيطة. واحد من النماذج دي كانت حركة الزنبرك. الزنبرك بيتحرك حركة توافقية بسيطة. لاحظ أن الزنبرك ده في جسم معلق في الزنبرك، هو بيتحرك حركة توافقية بسيطة. الجسم ده بيهتز وبالتالي بيصنع عليه موجة ميكانيكية. يعني الاهتزاز بتاع الزنبرك أنتج لنا موجة ميكانيكية لأنه حصل اهتزاز أو اضطراب في الجزيئات بتاعة الوسط. الموجة دي هتقوم تنتشر عبر الفراغ، فالحركة بتاعت الجسم اللي هو جسم كان معلق في زنبرك أنشأ لنا موجة، لأنه الجسم ده اهتز في وسط مادي. الانتقال بتاع الحركة اللي حصل ده اللي هو الذبذبة اللي حصلت لجزيئات المادة هي عبارة عن حركة موجية، تمام؟ ودي بنسميها هنا موجة ميكانيكية. طيب نشوف النوع الثاني من الحركات الموجية. النوع الثاني، إذا كان النوع الأول هي محتاجة لوسط مادي، يبقى النوع الثاني ما محتاج لوسط مادي عشان يحصل فيه الانتقال، ودي بنسميها الموجة الكهرومغناطيسية. الموجة الكهرومغناطيسية زي موجات الضوء، زي موجات الراديو عموما. طيب بنلاحظ أنه هنا حددنا أن الموجة دي ممكن تنتشر في الفراغ، وده ما بيعني أنها هي ما ممكن تنتشر في وسط مادي. وإحنا عندنا المثال الصوت الضوء، الموجة بتاعت الضوء بتنتشر في الفراغ وممكن تنتقل عبر وسط مادي خصوصا لو كان وسط شفاف. طيب دي بنسميها الموجة الكهرومغناطيسية. يبقى معناتها إذا طرح علي سؤال في الامتحان قال أذكر نوعين من أنواع الحركات الموجية، ألف ممكن نقول موجات تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتقل فيه، أو بدل طوال نقول موجات ميكانيكية. والثاني
اثنين موجات يمكنها أن تنتشر أو تنتقل عبر الفراغ، أو نكتب الموجة الكهرومغناطيسية أو موجات كهرومغناطيسية. ده هنا بس يعني صنفناهم أو قسمناهم على أساس الحركة. طيب نواصل نشوف لما نجي أو نشوف في الأول الموجات التي تنتشر في الفراغ اللي هي زي الموجات الكهرومغناطيسية. طيب ده هنا الرادار. الرادار ده بيصير نبضة ضوئية تصل للجسم وبعد ذلك بتقوم ترتد. ما مهم بالنسبة لنا هنا أن نشرح العملية بتاعت أو الطريقة بتاعت عمل الرادار، لكن مهم بالنسبة لنا أنه نلاحظ أن الموجة الطالعة دي هي موجة بتاعت راديو اتحركت دون أن يكون هنالك وسط مادي عشان تنتقل فيه. يبقى معناتها النوع ده من الحركة ما محتاج لوسط مادي عشان ينتقل فيه، اللي هي دي بنسميها شنو؟ الموجة الكهرومغناطيسية. طيب نمشي خطوة لقدام نشوف أنواع الموجات. أنواع الموجات دي لاحظ أن هنا قلنا أنواع الحركات الموجية، هنا هنقسمها على أساس الشكل بتاع الموجة. طيب عندنا النوع الأول هو الموجات المستعرضة أو الموجات العرضية. نشوف التعريف أنها هي الموجات التي يكون ركزوا معي اهتزازها أو تذبذبها عمودي على اتجاه انتشارها. لاحظوا إحنا عندنا حاجتين، اهتزاز وعندنا انتشار. اهتزازها عمودي على اتجاه انتشارها، ممكن يكون أقرب للحركة بتاعت الكنغر اللي هو في شنو؟ اهتزاز وافي انتشار، طبعا بيكون في اتجاه واحد يعني ما حترجع كده، هي قاعد تهتز كده وبتنتشر بالطريقة، عشان كده سميناها موجة مستعرضة. تمام؟ الموجة المستعرضة بيكون اهتزازها أو تذبذبها عمود على اتجاه انتشارها. لاحظوا إن إحنا عندنا حاجتين، اهتزاز أو تذبذب وانتشار في حركة الموجة. الموجة عندها اهتزاز وعندها انتشار، بتهتز وبتنتشر. طيب في الحركة التوافقية البسيطة في اهتزاز، لكن الحركة ما بتنتشر، بيكون عندها مدى محدد هي محصورة فيه، يا يمين ويسار مستوى الاتزان يا أعلى وأسفل مستوى الاتزان. طيب نشوف الفكرة أو الشكل بتاع الموجة المستعرضة. لاحظوا هنا دي موجة بتاعت ماء، موجة الماء هي موجة مستعرضة، ولأنها موجة ميكانيكية فبيحتاج لوسط مادة عشان تنتقل فيه. لاحظوا إحنا في قطرة بتاعت ماء مثلا سقطت أو رمينا حجر، هل بيحصل شنو؟ بيحصل في اهتزازات أو اضطرابات اللي هي دي الشكل بتاع الموجة. لاحظوا أنها بيحصل لها شنو؟ بيحصل لها انتشار، لكن بنلاحظ أنها هي بتهتز اهتزاز عمودي على اتجاه الانتشار بتاعها. فدي هي الموجة المستعرضة. يعني لو قال لي نعرف الموجة المستعرضة طوالي نتذكر الشكل ده، أن الموجات دي اهتزازة أو تذبذبة عمودي على اتجاه انتشارها. قلنا أن إحنا عندنا حاجتين، كلمتين مهمات، الاهتزاز والانتشار، والاهتزاز أو تذبذبة عمودي على اتجاه انتشارها. دي الموجات الموجة المستعرضة. نشوفها تاني في القصة بتاعت الاهتزاز والانتشار. طيب ده الاتجاه بتاع الانتشار، يعني الشخص الاول ده قفز ده اهتزاز لمس جنبه، فده معناته شنو؟ نقل له الحركه. فبنلاحظ انه الاهتزاز عمودي على اتجاه الانتشار، ده الاهتزاز الى اعلى وده الاتجاه بتاع الانتشار. يبقى معناتها برضو اللي هي كده اهتزازها عمودي على اتجاه انتشارها، فبالتالي هي موجه مستعرضه. يعني ده الشكل بتاع الموجه، انه اهتزازها عمودي على اتجاه انتشاره. طيب نيجي نشوف بعد كده، نلاحظ ان الاهتزاز عمود على اتجاه الانتشار. بعد كده نيجي نشوف النوع الثاني اللي هو بيسموها الموجات الطوليه. اول حاجه قالوا لنا انها بتنتشر عبر الاوساط الماديه، وانها اهتزاز الجزيئات بتاعت الوسط بيكون في نفس اتجاه الانتشار. اذا لو انا داير امثلها هعملها كده، لاحظوا ده الاهتزاز في نفس الوقت في انتشار، عشان كده بقول انه اهتزازها عمود على اتجاه الانتشار بتاعها. اهتزازها مش عمود، اهتزازها في نفس اتجاه الانتشار، عشان كده انا بعملها كده.
لكن الموجة المستعرضة قلنا اهتزازها عمود على اتجاه انتشارها. فرقوا ما بين الحركتين، ده الاهتزاز وده الانتشار. إذا الموجة المستعرضة اهتزازها عمود على اتجاه الانتشار بده. أما الموجة الطولية بعملها كده، اللي هو شنو؟ ده الاهتزاز، في نفس الوقت بيحصل انتشار، فاهتزازها في نفس الاتجاه بتاع الانتشار بتاعه. دي مثل موجات الصوت ومثل موجات الزنبرك. قلنا ان الزنبرك ده لقانا في الحركة الطافوية البسيطة انه هو اهتز، الاهتزاز بتاعه ده انتج لنا موجة طولية وهي موجة ميكانيكية. طيب نشوف، يلا لاحظوا انه انا عندي حاجتين، اهتزاز وفي نفس الوقت في انتشار، يعني الجزيئات الوسط بتهتز وبتنتقل بعد ذاك الحركة من جزيء للثاني، بيتم الانتقال للحركة. لكن الملاحظ أن الاهتزاز والانتشار في نفس الاتجاه. لاحظوا أنه هنا الشكل ده زي الوتر، الآلات الوترية، الوتر بتاع العود، إحنا بنعمل له كده نحرك، فهو ده اللي بينتج لنا الموجة بتاعة الصوت. وبنلاحظ أن الموجة دي سميناها موجة طولية لأنه الاهتزاز بتاعها في نفس اتجاه الانتشار، الاهتزاز في نفس اتجاه الانتشار. وتعالي نكرر أنه في معلومتين هنا مهمات، أنه في اهتزاز في انتشار، اهتزاز وانتشار. الاهتزاز لو كان عمودي على اتجاه الانتشار تبقى الموجة مستعرضة، والاهتزاز إذا كان في نفس اتجاه الانتشار تبقى الموجة طولية. طيب نجي ليه؟ لو سألونا سؤال، ما هو الفرق بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية من حيث التعريف؟ نقول لي من حيث التعريف معناته دعني أكتب التعريف الأول والتعريف الثاني، التعريف للحاجة الأولى والتعريف للحاجة الثانية. ده غير السؤال بتاع المقارنة. المقارنة أنا بمسك حاجة من حيث كده أو من حيث كده، بقوم بقارن ما بين الحاجتين. لكن لما نقول لي من حيث التعريف بيبقى أنه أنا بكتب التعريف الأول وبكتب التعريف الثاني، وكده نحن وضحنا الإجابة حتكون شكلها كيف، يبقى معه محتاجين لتفكير. طيب يبقى معناته الإجابة أن الموجة المستعرضة هي الموجات التي اهتزازها أو تذبذبها في الاتجاه العمودي على اتجاه انتشار الموجة. أما الموجة الطولية فقلنا هي الموجات تنتشر في الأوساط المادية ويكون اهتزازها أو تذبذبها في نفس اتجاه انتشاره، يعني دي كده موجة طولية، كده موجة مستعرضة. طيب دي الإجابة على السؤال لما نقول لي دايرين الفرق من حيث التعريف. انتبه لأن الفرق من حيث التعريف ده غير السؤال بتاع المقارنة. في المقارنة قلنا بنحدد ممكن نحدد لنا حيثيات نقوم نقارن بيناتهم الاثنين فيها، لكن لما نقول لي من حيث التعريف فبنكتب التعريف. طيب نواصل نشوف مفهوم ثاني، قالوا عندنا حاجة اسمها الطول الموجي. الطول الموجي بنعرفه المسافة التي تكمل خلالها الموجة اهتزازة أو زبزبة كاملة. يبقى الطول الموجي في الموجات بيقابل لنا الزبزبة الكاملة في الحركة التوافقية البسيطة، بيقابل لنا دورة كاملة في الحركة الدائرية، تمام؟ لأنه قبل كده ورد في امتحان شهادة أنه جايبين بندول بسيط وقالوا دارين الطول الموجي. يبقى معناتها طول الموجي بيقابل شنو؟ بيقابل الزبزبة الكاملة، لأنه قلنا هي المسافة التي تكمل خلالها الموجة اهتزازة أو زبزبة كاملة. أما الزبزبة الكاملة في الحركة التوافقية البسيطة عرفناها بأنها هي شنو؟ رحلة الذهاب والإياب التي يستغرقها جسم يتحرك من نقطة ليعود إلى نفس النقطة في نفس اتجاه حركته الابتدائية. إذا معناتها دي هنا بتمثل لنا شنو؟ طول موجي. ده لو سألنا من الطول الموجي عموما. وفي ملاحظة أن الموجة بتكرر روحها أو تكرر نفسها كلما أكملت طولا موجيا، المسألة بتكون مستمرة. ده هنا بوضح لنا أن الموجة هي قاعد تنتشر. طيب إذا معناتها لما نجي نعاين في الرسمة دي مثلا، بدينا من هنا، هنا كده ده طول موجي، تاني تكرر طول موجي، تاني تكرر طول موجي، دي التلاتة أطوال موجية. لاحظوا إحنا لما في الحركة التوافقية البسيطة رسمنا الزبزبة الكاملة كده بس،
وهنا الرسمتين ديل عشان نميز أنه في الحركة التوافقية البسيطة ما في انتشار للحركة، قلنا هي محدودة بمدى محدد، لكن حركة الموجة بيحصل فيها انتشار. يبقى معناتها هنقول أن الموجة تكرر نفسها كل ما أكملت طولا موجيا، فالمسألة هي بتكون مستمرة. طيب ده شنو في تعريف الطول الموجي بشكل عام. بعد كده مفروض نعرف الطول الموجي على أساس الموجة المستعرضة، ونعرف الطول الموجي على أساس الموجة الطولية. طيب في الموجة الطولية هنعرف الطول الموجي بأنه هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، مسافة ما بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، ده شنو الطول الموجي. طيب نشوف هنا دي قمة ودي قمة وده قاع وده قاع، المسافة بيناتهم أو البعد بيناتهم بيمثل لنا طول موجي. يبقى معناتها ممكن نقول انه الموجة المستعرضة عبارة عن قمم وقيعان، الموجة المستعرضة عبارة عن قمم وقيعان، دي بالإضافة للمعلومة الأساسية اللي قلنا انه اهتزاز عمودي على اتجاه انتشار. المعلومات دي بتساعدنا لو قام قال لنا قارن ما بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية. طيب قلنا هنا دي قمة ودي قمة، المسافة بيناتهم بتمثل لي طول موج، وده قاع وده قاع، المسافة بيناتهم بتمثل لي طول موج، وبيل قلنا أن المسافة دي كده بتمثل طول موج. طيب دي كده بتمثل لي نص موجة، وده النص الثاني، تمام؟ طيب النص لما نقسمه الاثنين بيبقى ربع، ده ربع وده ربع، تمام؟ طيب ده ربع وده ربع، لو جمعناهم بنلقى انه هنا ربع زائد ربع ونص زائد ربع ثلاث ارباع زائد ربع، تبقى طول موجي كامل. يعني ده نص طول موجي وده ربع وده ربع، لما نجمعهم بيبقى طول موجي كامل، لو اخذناه من هنا ده نص وده نص بيبقى طول موجي كامل. طيب نجي ليه دي؟ في بالنسبة للقاعين ده ربع وده نص وده ربع، برضو بنلقى انه ربع زائد نص ثلاثة ارباع زائد ربع ثالث، تبقى شنو؟ طول موجي كامل، تمام؟ فبنلاحظ انه لما نيجي نعرفها بنقول هي المسافة ما بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، دي للموجة المستعرضة. عموما الطول الموجي هو المسافة التي تكمل خلالها الموجة اهتزاز أو ذبذبة كاملة. إذا معناتها الكلام ده برضو بينطبق هنا، فلما نلقاه ونعلمه هنا بنلقاه صح، يعني دي هنا بتمثل لنا طول موجي، وكده دي بتمثل طول موجي، وبرضو ما بين قاعين متتاليين بتمثل طول موجي. الكلام ده يمكن نحن بنحلل له بعدين في المسائل اللي بتيجي برسومات، هنشوفها في التطبيقات اللي احنا هنشتغلها في أنواع المسائل في الحركة بتاعت الموجات. طيب نيجي نشوف الطول الموجي للموجة الطولية. طيب التعريف هنا هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. طيب يبقى معناتها الموجة المستعرضة عبارة عن تضاغط وتخلخل، تضاغط وتخلخل. الكلام ده يشبه بالحركة بتاعت الآلة الموسيقية اللي اسمها الأكورديون، فهنا بيكون كده تخلخل وتضاغط، تخلخل تضاغط. يبقى معناتها الموجة الطولية عبارة عن تضاغطات وتخلخلات، تضاغطات وتخلخلات. أما الموجة المستعرضة عبارة عن قمم وقيعان، قمم وقيعان. لاحظوا إحنا هسي قاعدين نقارن ما بين حيث من أساس المعلومات اللي إحنا أخذناها بنقدر نقارن ما بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية. لاحظوا إنه إحنا لما بدينا عرفنا الموجة المستعرضة بأنه اهتزازها عمودي على اتجاه انتشارها، أما الموجة الطولية فاهتزازها في نفس اتجاه انتشارها. دي المعلومة الأولى. إذن لو قال لي قارن ما بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية، ممكن يكون السؤال يقول لك مثلا أذكر اثنين من الفروق ما بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية.
إذن الفرق الأول إحنا هنقوله أن الموجات المستعرضة اهتزازها عمودي على اتجاه انتشاره، أما الموجات الطولية فاهتزازها في نفس اتجاه انتشاره. ده كده الفرق الأول. الفرق الثاني في المقارنة أن الموجة المستعرضة عبارة عن قمم وقيعان، قمة قاع، أما الموجة الطولية عبارة عن تضاغط وتخلخل، تضاغط وتخلخل. ننتبه لأنه في كلمة أن الموجات المستعرضة مثلا تنتشر في الفراغ ما كلها، لأن عندنا الموجة بتاعت الماء هي موجة مستعرضة، لكن في نفس الوقت هي موجة ميكانيكية محتاجة لوسط مادة عشان تنتشر فيه. يبقى معناته هنا لازم نقول، ودارين نقول مثلا الانتشار في الفراغ دي ممكن نقول أنه بعضها ينتشر في الفراغ، لكن الموجة الطولية عندنا على حسب المعلومات هي موجة ميكانيكية، كويس؟ فبالتالي بتكون محتاجة لوسط مادة عشان تنتشر فيه. طيب نرجع نشوف الشكل بتاع الموجة الطولية اللي قلنا أنه هي عبارة عن تضاغطات وتخلخلات، تضاغطات وتخلخلات، تضاغط تخلخل، تضاغط تخلخل. طيب وعرفنا الطول الموجة أنه هو المسافة ما بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. ده التعريف للطول الموجي للموجة الطولية. طيب على أساس المعلومات السابقة يعني إحنا بدينا الدرس بتاع الموجات بأنه أول حاجة قسمناه من حيث الحركة لنوعين. النوع الأول عندنا موجات ميكانيكية ودي بتحتاج لوسط مادة عشان تنتقل فيه. النوع الثاني عندنا موجات كهرومغناطيسية اللي هي دي ما محتاجة لوسط مادة، يعني ممكن تنتشر في الفراغ. طيب الثاني قمنا جينا قسمنا الموجات من حيث الشكل ليه نوعين، انه عندنا موجات ركزوا معي مستعرضه، ودي قلنا الحركه دي بتعني انه اهتزازها عمود على اتجاه انتشارها. اما النوع الثاني فهي شنو؟ موجه طوليه، ودي بيكون اهتزازها في نفس اتجاه انتشارها. قلنا انه ننتبه لانه انا عندي كلمتين مفتاحيات لازم يكونوا موجودين في الكلام ده، انه في اهتزاز وفي انتشار، اهتزاز وانتشار، اهتزاز وانتشار. الموجة المستعرضة اهتزازها عمودي على اتجاه انتشارها، الموجة الطولية بيكون الاهتزاز بتاعها في نفس اتجاه الانتشار. طيب نشوف معادلة الموجة الساكنة. طيب معادلة الموجة الساكنة دي طبعا بيكون مثلا موجة اصطدمت بسطح عشان ترتد في اللحظة قامت حصل لها سكون. المعادلة دي في الامتحان بيقول لك ممكن يقول لك اكتب معادلة الموجة الساكنة او يقول لك بين مدلولات الرموز. ألف بتمثل الاتساع بتاع الموجة، ولامدا بتمثل الطول الموجي، وسين بتمثل المسافة من نقطة البداية، ومعناتها صاد بتمثل لنا الإزاحة الرأسية، يعني سين إزاحة أفقية وصاد إزاحة رأسية. بعدك نشوف المعادلة بتاعت الموجة المتحركة، أنه في موجة حصل لها حركة، إحنا دايرين نشوف الإزاحة اللي هي دي السين دايتي هي الإزاحة الأفقية اللي حصلت. طبعا الإزاحة الرأسية ما حيكون فيها فرق لأنه هو الاتساع ثابت. فيبقى في المعادلة السابقة بدل ما نكتب سين المفروض يكون عندنا سين داش، وسين داش بتمثل لنا إنه سين دي ناقص عين في نون، فيبقى معناتها ده الشكل بتاع المعادلة بتاعت الموجة المتحركة، إنه صاد بيساوي ألف جيب 2 باي على لامدا، في دي كان السين، هنا بدل سين عملنا إنه سين ناقص عين في نون. الحاجة الجديدة عندنا عين هي السرعة ونون هي الزمن. طيب كده ممكن نقول انه احنا انتهينا من الشرح بتاع الدرس بتاع الموجات. الحصه الجايه هنشتغل التطبيق او الاسئله ومسائل في الجزء بتاع او الفصل بتاع الموجات. وشكرا لحسن الاستماع.